الأمير الصغير لأنطوان دو سان إكزوبري. كان الكوكب الخامس في منتهى الغرابة. كان أصغرها جميعاً، لم يكن يتسع لأكثر من مصباح شوارع ومشعل مصابيح عمومية، ولم يستطع الأمير الصغير أن يفهم الجدوى من وجود مصباح شوارع ومشعل مصابيح في مكان ما من السماء على كوكب ليس فيه منازل ولا سكان. لكنه قال في نفسه: قد يكون هذا الرجل سخيفا، لكنه أقل سخافة من الملك ومن المغرور ومن رجل الأعمال والسكير. على الأقل هو يقوم بعمل ذا معنى، إذ عندما يوقد مصباح الشارع فكأنه يضيف نجمة أو زهرة، وحين يطفئ المصباح فإن فعله ذاك يساعد الزهرة أو النجمة على النوم. إنه شغل في غاية الروعة. وبما أنه رائع فهو نافع حقا، وعندما حل بالكوكب حيا مشعل المصباح بأدب: صباح الخير، لماذا أطفأت مصباحك؟ إنها التعليمات. صباح الخير. وما هي التعليمات؟ هي إطفاء مصباحي. مساء الخير. ثم أعاد إشعاله. ولماذا أعدت إشعاله؟ رد المشعل: إنها التعليمات. قال الأمير الصغير: لم أفهم. قال المشعل: ليس ثمة ما يفهم، التعليمات هي التعليمات. صباح الخير. ثم أطفأ مصباحه. جفف جبينه بمنديل ذي مربعات حمراء، ثم أضاف: إنني أمارس مهنة مريعة كانت معقولة في الماضي. كنت أطفئ المصباح في الصباح وأشعله في المساء، أستريح بقية اليوم وأنام بقية الليل. وهل تغيرت التعليمات بعد هذه الفترة؟ قال المشعل: التعليمات لم تتغير، وهنا مكمن المأساة. ذلك أن الكوكب صار يدور بشكل أسرع فأسرع، وسرعته تتزايد سنة بعد سنة، في حين لم تتغير التعليمات. سأل الأمير الصغير: والنتيجة إذن؟ النتيجة هي أنني لم أعد أجد ثانية واحدة للراحة بعدما صار الكوكب يدور مرة في الدقيقة. هذا أمر غريب، الأيام عندك تدوم دقيقة واحدة؟ قال المشعل: ليس غريبا البتة، لقد مضى شهر منذ أن بدأنا الحديث. شهر؟ أجل، 30 دقيقة، 30 يوما. مساء الخير. وأشعل المصباح. نظر إليه الأمير الصغير وأحب هذا المشعل الحريص على تطبيق التعليمات، وتذكر لحظات الغروب التي كان يسعى هو نفسه لمشاهدتها عبر تحريك مقعده، وتاق لمساعدة صديقه، فقال له: هل تعلم إنني أعرف وسيلة تمكنك من الاستراحة متى شئت؟ قال المشعل: أتلهف لمعرفتها. وبما أن المرء قد يكون مخلصا وكسولا في الآن نفسه، استرسل الأمير الصغير: إن كوكبك من الصغر بحيث يمكنك أن تدور حوله ب3 خطوات، يكفيك أن تسير ببطء لكي تظل في الشمس دائما، فإذا رغبت في الاستراحة عليك بالمشي، وبذلك يدوم النهار قدر ما شئت. قال المشعل: هذا لا يغير من الأمر شيئا، ما أحبه في الحياة هو النوم. قال الأمير الصغير: ما من حل غيره. قال المشعل: ما من حل غيره. صباح الخير. ثم أطفأ مصباحه. وبينما واصل الأمير الصغير سفره بعيدا، قال في نفسه: هذا الشخص محط ازدراء الآخرين جميعا، الملك والمغرور والسكير ورجل الأعمال، مع أنه هو الوحيد الذي لم أجده سخيفا، ربما لأنه يعتني بشيء آخر عوض أن يعتني بنفسه. تنهد الأمير الصغير تنهيدة أسف، ثم قال في نفسه مرة أخرى:
هذا هو الوحيد الذي كان من الممكن أن أتخذه صديقا، لكن كوكبه في منتهى الصغر لا يتسع لشخصين. ما لم يكن الأمير الصغير يجرؤ على الاعتراف به لنفسه هو أن سبب أسفه على هذا الكوكب المبارك هي 1440 غروبا في 24 ساعة. الكوكب السادس كان أكبر بعشر مرات، وكان يسكنه رجل عجوز يكتب كتبا ضخمة. وعندما رأى الأمير الصغير هتف: يا له من مستكشف! جلس الأمير الصغير إلى الطاولة وهو يسترد أنفاسه قليلا، فقد أتعبه طول السفر. سأله العجوز: من أين أتيت؟ قال الأمير الصغير: ما هذا الكتاب الضخم؟ ماذا تفعل هنا؟ أنا جغرافي، قال العجوز. ومن هو الجغرافي؟ هو عالم يعرف مواقع البحار والوديان والمدن والجبال والصحاري. هذا شيء مهم، قال الأمير الصغير. أخيرا ها هي مهنة حقيقية. وجال ببصره فيما حوله على كوكب الجغرافي. لم يسبق له أن رأى كوكبا في مثل تلك الفخامة. إن كوكبك جميل، هل فيه محيطات؟ قال الجغرافي: لا أستطيع معرفة ذلك. شعر الأمير الصغير بالخيبة وأضاف: حسنا، والجبال؟ رد الجغرافي: لا أستطيع معرفة ذلك. والمدن والوديان والصحاري؟ قال الجغرافي: لا أستطيع معرفة هذه أيضا. ولكنك جغرافي. قال الجغرافي: هذا صحيح، ولكني لست مستكشفا. أنا في حاجة ماسة إلى مستكشفين، فليس الجغرافي هو من سيحصي المدن والوديان والجبال والبحار والمحيطات والصحارى. إن الجغرافي أهم من أن يقضي وقته في التسكع. هو لا يبارح مكتبه، لكنه يستقبل المستكشفين، يستجوبهم ويسجل ذكرياتهم. فإذا بدت له ذكريات أحدهم مهمة، أمر بإنجاز تحقيق حول أخلاق المستكشف. ولماذا يقوم بذلك؟ لأن المستكشف الذي يكذب سيتسبب في كوارث بكتب الجغرافيا، والأمر نفسه بالنسبة لمستكشف سكير. ولماذا هذا؟ سأل الأمير الصغير. لأن السكارى يرون الأشياء على نحو مزدوج، وهو ما يجعل الجغرافي يسجل جبلين حيث لا يوجد غير جبل واحد. قال الأمير الصغير: أعرف أحدهم، يمكن أن يكون مستكشفا رديئا. هذا ممكن. إذن فحين تبدو أخلاق المستكشف فاضلة، فإننا نجري تحقيقا حول اكتشافه. أثمة من يذهب للتحقق من ذلك؟ كلا، الأمر في غاية التعقيم، لكننا نطالب المستكشف بالدليل. فإذا تعلق الأمر مثلا باكتشاف جبل عظيم، اشترطنا عليه أن يجلب معه حجارة ضخمة. انفعل الجغرافي فجأة: ولكنك قدمت من بعيد، أنت مستكشف، صف لي كوكبك. فتح الجغرافي سجله وراح يبري قلمه، فحكايات المستكشفين تسجل في البداية بقلم الرصاص، فقبل تدوينها بالحبر يطلب من المستكشف تقديم الحجج. ماذا إذن؟ سأل الجغرافي. قال الأمير الصغير: في كوكبي لا شيء ذا بال، إنه كوكب صغير للغاية. عندي ثلاثة براكين، اثنان منهما نشيطان والثالث خامد، لكن لا يمكن التنبؤ بما قد يقع. ردد الجغرافي: لا يمكن التنبؤ بما قد يقع. عندي زهرة أيضا. لا نسجل الزهور، قال الجغرافي. ولماذا؟ إنها الأجمل. لأن الزهور زائلة. وما معنى زائلة؟ قال الجغرافي: كتب الجغرافيا هي أكثر الكتب جدية، فهي لا تبلى. من النادر أن يغير جبل مكانه، أو أن يجف محيط من مائه. إننا ندون الأشياء الأبدية. قال الأمير الصغير: لكن البراكين الخامدة يمكن أن تستيقظ. ما معنى زائلة؟
قال الجغرافي: أن تخمد البراكين أو تستيقظ، الأمر سيان بالنسبة لنا، المهم بالنسبة إلينا هو الجبل، فهو لا يتغير. ولكن ما معنى زائلة؟ كرر الأمير الصغير الذي لم يتخلى طول حياته عن سؤال طرحه. معناها أنها مهددة بالاختفاء الوشيك. هل زهرتي مهددة بالاختفاء الوشيك؟ بالطبع. قال الأمير الصغير في نفسه: زهرتي مهددة بالاختفاء الوشيك، وهي لا تملك سوى 4 شوكات تدافع بها عن نفسها، وقد تركتها في كوكبي بمفردها. كانت هذه أول مرة يشعر فيها بالندم، لكنه تشجع وسأل: أي شيء تنصحني بزيارته؟ أجاب الجغرافي: كوكب الأرض، له سمعة طيبة. وانصرف الأمير الصغير وهو يفكر في زهرته.